هذه بعض التمائم وجدتها امرأة في بيت زوجها للأسف الشديد، وظهر أنه هو بنفسه يصنع هذه الأسحار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذه الأمور. وعندما سألته أنكر أنه يعرف عنها شيئا، وكلها والعياذ بالله أسحار واضحة على شكل تمائم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبطل السحر عن كل مسحور. ومثل ما تعودنا أن الإنسان يأتي بالماء المقروء يقرأ فيه آيات الرقية وآيات السحر، ثم يتوكل على الله ولا يخاف من السحر بإذن الله تعالى، فلن يضر أحدا إلا بإذن الله تعالى، ثم يقول بسم الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا السحر، يوضع في الماء المقروء سواء كان بهذه الطريقة أو بغيرها. بسم الله، والأفضل أنه يكون يقرأ شيء من القرآن آيات إبطال السحر يكررها، خاصة إذا قرأ سورة الفلق والناس، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا السحر. وممكن في نفس الوقت أن يخرج الإنسان هذه الأوراق بعدما يحاول أن يحاول إذابة الكتابة التي فيها، أو أنه يكفي أنها دخلت في الماء المقروء فيظهر الماء أصبح باللون الأحمر، ثم يعصر هذه الأوراق من الماء قدر الاستطاعة، ثم يأخذ هذا الماء مثل ما قلنا من قبل ويقذفه في مكان بعيد عن طريق المارة، وأيضا هذه الورقة قد يدفنها أو قد يتركها حتى تجف أو يرميها مثل ما هي. بعض الناس يترك الورقة لفترة طويلة، وكل هذا وارد ولا شيء فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل السحر عن كل مسحور.